المال الموجود في الخير طيب العربي. صل على النبي، رايك؟ صل على النبي، صل على النبي، اللهم صل وسلم عليه. ما شاء الله تبارك الله. ارجو من المشاهدين واحبابنا الله يوفقكم، انتم تقولون ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله خيل جميل، شكله جميل، الله يبارك لكم ويوفقكم. الجلسات الجايه باذن الله القادمه نجيب لكم انتاجات، نجيب لكم حاجات، نجيب لكم مهر عسيف، نجيب ضيغم، نجيب سطر، عادي لا تقسمون علينا كم واحد خيل منا بقايلين. لو تعطون كل واحد خيل منا بقايلين. ابد من ارباح. الله يجزاك خير، تستاهل من ارباح البرنامج. شفت رجال الاعمال على طول يقول تستاهلون. شوف محمد الله خير، شوف كل واحد المهم ظالم ازلم. ف هذه تورط اخونا، لا ما نتورط، نمزح معك ابد حبيبي. سبحان الله العظيم، الجمال كله يقع في الوجه. اي والله الجمال الشرعيه ما بيطالع في الوجه. صحيح سبحان الله العظيم، الحب الشباب الشرعيه ان شاء الله. تورطنا اليوم ماما توريد المهم طالب يرجع برا البيت اليوم. اي مسجد ترقد فيه؟ حتى المساجد يقفلونه، ما عاد يمديك ترقد في المسجد اللي جنبكم. اسمع طيب، عطنا الان جمال الخيل، خليه يتكلم هو عن الجمال. ايه عطنا الجمال يلا. طبعا سبحان الله ما شاء الله، الاذاني، بروز العين، الخد، الفنس، قصر الراس، احيانا ما اقدر اوصف لك على شكل محدد لكن بشكل عام الاذان تكون قصار، الجبهه عريضه، الخد عريض، الاسنان متطابقه، في شيء يسمون صدات زي ما تقول العسكر المستعدين ويستريح ذي هذه مثلها وكذا ومن حلها القبيل. لكن انت دائما دقق الرقبه، الرقبه طبعا، لكن ابدا في الراس اول شيء لان الراس مهم شيء. صحيح صحيح. ايش بعض الخيل كل شيء جميل فيه طالع في الراس راح نبيها. بس 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 بسم الله عليك، ايش فيك خفت ابو عبد العزيز؟ خله والله المخرج اليوم اشتغل عليه هبلوه بمسكين. المهم طيب، كم هذا يسمى النحر؟ الرقبه عندك تقوس طول الرقبه، امور كثيره ترى الخيل ما تقدر تحددها بديزاين معين. بس خلاص خلاص اتخوفون يا رجال. فك ان الرجل العربي لديه تذوق للشعر ايوه وللخيل وللابل. اللي ما عنده من الثلاث ذي تذوق يشك في عروض، هذا شيء قديم يعني الثلاث ما عندك منها شيء على الدنيا السلام. وكله ذوق وكله فن. اجل وين ذوقك علمنا يا اخوي؟ كمل يا اخوي الله يرحمه. بيهرب من السؤال، ما ابغى احول عليك انا ترى. حول وخذ راحتك والصدر وسع لك. الله يحييك خير الخيل. بس ايضا توصف الرجال، احبي لك انت كلامك مرتب. في بيتين شعر مذكوره، شخص ابوه في المستشفى حلو، فيوم جاء ابوه لقى عليه الكمامه، كمامه حقت الاكسجين، فقال له بيتين شعر وقصيده طويله. قال يا ابوي رد الصوت معاد بحيل، سلام يا ابوي رده جعل شر الليالي يولي، شفتك ملجم كما تلجم الخيل واشتد خوفي يا بعد كل ملي. سلام صح لسانك، صح لسانك ما شاء الله. اخوي حسين عطنا بيات شعر على هالجلسه كذا، وقفه دي مع الخيل الجميله دي. الله شغلها، عطنا لفة كذا، لفة حلوة بالخيل. الله يبارك لك، الله يبارك لك، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ايوه ايوه ديلو روح ما شاء الله. سلام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. روح حلقة مميزة. اي والله. شو اسم الخيل هذا؟ دثار الخالدية. دثار الله الله ما شاء الله ونعم. يلا روح يا دثار، خلنا نشوف لعبة الخيل العربي. سبحان الله والله مخرجني ما يطلع هالاصوات، خاف عنده خيول هناك.